مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا. كنتمنى إن شاء الله أنكم دائما تكونوا في صحة وعافية. خوتنا أحبابنا، اليوم جبنا لكم منتوج هائل ومتميز، عقار موجه خصيصا للإخوة والأخوات اللي كيبغيو يستثمروا في المجال ديال العقار، الناس اللي كيبغيو يستثمروا في المجال الكرائي، وكذلك اللي كيبغيو يستقروا بطبيعة الحال في العاصمة الإدارية مدينة الرباط، مدينة الأنوار. خوتنا أحبابنا، اليوم جبنا لكم هذا المنتوج، هذا فرصة مواتية للسكن قرب برج محمد السادس. هذا الموقع هذا خوتنا احبابنا اللي كنشارككم معكم ما كيبعد شيء الا حوالي واحد 5 دقائق على برج محمد السادس، يعني راه كنتحدثوا على موقع جد استراتيجي، كنتحدثوا على القلب ديال مدينه الرباط. خوتنا احبابنا، غادي نشارككم معكم هذا المنزل هذا التجاري المستقل. كيف ما كتشاهدوا معنا، عندنا 3 ديال المكازات، 3 ديال الكراجات، يعني وعندنا واحد التراس تبارك الله اللي ممتاز. عندنا الموقع اللي جد استراتيجي لا سكنيا كذلك تجاريا. بغيتي حتى تستثمر في المجال ديال الكراء، راه السوم الكرائيه تبارك الله جد ممتازه، المحلات التجاريه تبارك الله رائعين، والعلو تبارك الله ممتاز. عقار جد متميز موجه لكم خوتنا احبابنا. لهذا اللي عجبو هذا العقار ما عليه الا يتواصل معنا عبر ارقام الهاتف مبينه في الشاشه، ان شاء الله حنا نزودوا بجميع التفاصيل. ها انتم خوتنا احبابنا، هذا هو المنتوج الرائع والمتميز، جميع التفاصيل ان شاء الله غادي نشاركوها معكم. وكيف ما شفتوا معنا، هذا هو الباب الرئيسي، هذا هو الباب الرئيسي اللي كيطلعنا للزابارتمون، يعني عندنا الكراجات مستقلين وعندنا الباب ديال باش نطلعوا للزابارتمون مستقل بطبيعه الحال على الكراجات، وهذه حتى هي ميزه مزيانه. هانتوما خوتنا احبابنا، هنا كاين الباب، و تخليوه كتخليوه و تسدوه بطبيعة الحال كتسدوه. ليه؟ علاش؟ لأن كيبغي يسدو مثلا كيمثل اللي كيكون كاري مثلا هاد العقارات، ولا كيكون كاري هاد المحلات التجارية. العلو تبارك الله راه عندنا رائع وممتاز كيف ما قلت لكم. هانتوما اللي بغى مثلا يدير نشاط تجاري واحد، مثلا دير واحد القهوة ولا هذا، العلو راه تقريبا واحد 4.20 متر 4.30 متر. هنا راه كاين امكانيه اننا نفتح واحد الكراج في الواجهه الاخرى، راه غير دابا النهار وكاين الناس، هذا ما صورناش على خاطر لا، ولكن على العموم المحلات التجاريه راهم هائلين رائعين ومتميزين. بغيتي تكريهم ككل محل تجاري بوحدو راه رائعه، بغيتي تكريهم كاملين مثلا بغيتي دير واحد القهوه ولا شي حاجه حتى هي راه ممتازه، بغيتي دير انت نشاطات تجاريه خاصين بك ممكن، يعني لك الاختيار. وهذا العقار هذا عطاك بزاف ديال الاختيارات اللي يمكن لك انك ديرهم، تستقر كسكني وبطبيعه الحال كتجاري، وراه رائعه خوتنا احبابنا. هذا العقار هذا راه ممتاز لكم خوتنا احبابنا، حاولوا تجيو تشوفوا هذا المنتوج اكيد ان شاء الله غيعجبكم. هنا راه يمكن لك كيف ما قلت لكم نفتحوا هاد الكراجات كامل على بعضياتهم، حيت راه ما عندنا شي سواري، عندنا غير الحيوط هنا في هذه البلاصه هذه. السواري هما هادو كيف ما كتشوفوا خوتنا احبابنا، والدار تبارك الله العلو راها عاليه، المحلات التجاريين راهم عاليين. عندنا واحد الطوالات اعزكم الله هنا، ها هي جات طوالات بلديه ممتازة وممتازة جدا. الموقع خوتنا احبابنا مدينة الرباط حي النهضة واحد اضافي، ما كيبعدش هذا الموقع هذا ما كيبعدش الا حوالي واحد 5 دقائق على برج محمد السادس، يعني راه حنا كنتواجدوا في القلب ديال العاصمة الرباط. خوتنا احبابنا هذا العقار هذا ما تفلتوش، راه زوين لكم تجاريا ومن بعد ما شاركنا معكم خوتنا احبابنا المحلات التجارية ولا الكراجات اللي رائعين ومتميزين واللي عطاو قيمة كبيرة وقيمة اضافية لهذا الدار هذه المستقله اللي كيف ما قلت لكم راه كتواجد في العاصمه الرباط حي النهضه واحد قرب حي البريد، حي النهضه واحد اضافي، راه كيف ما قلت لكم الموقع راه ما كيبعدش الا حوالي واحد 5 دقائق على برج محمد السادس، يعني الموقع دابا راه ما شاء الله اللي رائع، وكذلك ان شاء الله راه عنده مستقبل ظاهر جدا. البناء ديال هذا العقار هذا على اساس السكن وليس على اساس البيع، على اساس السكن وليس على اساس البيع، مبني على الصح الحديد داكشي راه رائع خوتنا احبابنا، الدار راه متوله ومتوله بزاف. هذا الطابق هذا هو اللي خاصنا فيه واحد الاضافه اللي بسيطه، الطابق الثاني تبارك الله راه ممتاز. المساحه قلنا ديال الارض 107 متر، عطاتنا 108 متر، عطاتنا 117 متر في ليطاج. عندنا 3 ديال الغرف في هذا ليطاج هذا، وصالون ومطبخ وحمام. عندنا هذا المطبخ هذا عنده البالكون ديالو، كيف ما قلت لكم هذا ليطاج الوحيد اللي خصو شويه واحد الاصلاح، ليطاج الاخر تبارك الله زوين، ولكن على العموم الدار راها رائعه ومتميزه. علاش؟ لان فيها الكراجات خوتنا احبابنا، وفيها السكن، فيها الشقق، وكذلك الموقع الرائع عندهم قريب معنا الفيلات، الكارم والهدوء والسكينه والبيع والشراء. هانتوما
تجي واحد القهوه في هذاك المركز تجي رائعه، تجي مخبزه كذلك تجي ممتازه، عطى الله ما يدار تبارك الله. اللي بغى يخدم هو راه ما شاء الله رائع. السوم الكرائيه تبارك الله راه طالعه، حتى الشنطه السوم الكرائيه ممتازه فيهم. خذوا احبابنا راه هذا العقار هذا راه موجه للناس، حتى الناس اللي بغاو يستثمروا هذا العقار هذا راه موجه لهم. بغيتي تستثمر في المجال ديال الكراء يمكن لك تكري المركزات بوحدهم وتكري الشقق حتى هما بوحدهم. الشقق راه يمكن يوصلوا حتى ل 6000 درهم الشقه الواحده بالنسبه للكراء. بالنسبه للمحلات التجاريه واحد الثمن تبارك الله اللي طالع، الا كان الا قسمتيهم كل محل تجاري كريتي بوحدو، كذلك الا درتي شي نشاط تجاري خاص بك باذن الله الرحمن الرحيم راه غادي يخدم. هذا المنتوج موجه للناس اللي باغا تسكن وكذلك الناس اللي باغا تستثمر، اذا ما تفلتوش هذه الفرصه اللي راه من بين الفرص اللي قليله وقليله جدا، والثمن راه جد جد مناسب. هذا الثمن خوتنا اللي غادي نشاركوا معكم راه رائع. عندنا بالكو اخر هنايا، دائما كنركز على هذه القضيه هذه ان التصوير راه تيكون تقريبي، حاولوا تجيو تشوفوا المنتوج مباشره اكيد غيكون افضل من التصوير 100% افضل من التصوير. لهذا جيو شوفوا العقار ما تفلتوش. كثير من الاخوه والاخوات كيتعطلوا كيجيو كيعيطوا كنقول لهم راه العقار تباع عاد كيبقى فيه الحال. اللي عجبو اي منتوج توكل على الله قدر الله. وبالنسبه للعقار المجال ديال العقار باذن الله الرحمن الرحيم راه نسبه المخاطره فيه تقريبا راه شبه منعدمه، وبالخصوص في المغرب راه العقار ديالنا غادي في تصاعد. المملكه المغربيه تبارك الله راها في نماء وازدهار، يعني دائما المستقبل كيكون افضل من الماضي ولا افضل من الحاضر. عندنا هذا البالكو هذا ولا هذا البيت هذا عنده الخرجه البالكو اللي كنا فيه، يعني جوج البيوت عنده الخرجه والبالكو وحده. الدار راه جوج شوكيه جوج ديال الفصاد، عندنا الواجهه القبليه الواجهه الشماليه، يعني عندنا الشميشه والتهويه صباح مساء، الدار مشمشه مهويه ومضويه. والمنتوج الرائع والثمن المناسب، نقول لكم الثمن خوتنا احبابنا، الثمن ديال هذا العقار هذا 290 مليون وقابله للتفاوض، 290 مليون والعقار راه ان شاء الله قابل للتفاوض. خوتنا احبابنا راه في مدينه الرباط، ومدينه الشماله دابا كتلقى 350 و340. دابا حنا كنتواجدو في مدينة الرباط، ما كنبعدوش إلا حوالي واحد 5 دقائق على برج محمد السادس، يعني في القلب ديال مدينة الرباط، حي اللي راقي وحي اللي ممتاز وممتاز جدا. اللي بغى يستثمر في المجال ديال الكراء هذا المنتوج راه موجه لك، اللي بغى يسكن ويكري المحلات التجارية كذلك، اللي بغى يسكن ويستثمر هو يبيع ويشري راه ما شاء الله راه الموقع راه رائع ورائع جدا. حاولوا أنكم هذه الفرصة هذه ما تفلتوهاش، نطلعوا لكم الطابق الثاني اللي أكيد أفضل من هذا الطابق هذا، ونعاود ثاني نوريكم سطح اللي هائل وهائل جدا، وأكيد في المستقبل غيتسلم الطابق الثالث ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا معايا الدروج، الدار رقيه ومتشوله راه ما مسكوناش بزاف، هاد الدار هادي راه ما ساكنينش فيها اصحابها بزاف. شوفوا معايا بسم الله، هذا الطابق الثاني حتى هو ثلاثه ديال الغرف وصالون وحمام ومطبخ. هانتوما هذا ممتاز، هاد الطابق هذا رائع. فين كنتواجدوا؟ في مدينة الرباط، الثمن 290 مليون، في دار ار بليس دو، عندنا منزل تجاري ار بليس دو، طابق ارضي فيه الكراجات زائد جوج ديال الطوابق، عندنا الطابق الارضي فيه 108 متر، عندنا ليطاج 117 متر في كل ايطاج زائد السطح، هادشي كله خوتنا احبابنا 290 مليون، 290 مليون كتاخذ منزل تجاري تستثمر باذن الله الرحمن الرحيم وتستقر. ها انتم خوتنا احبابنا. شوفوا الغموليه بصفه نهائيه ما كايناش، علما ان اصحاب العقار راه ما ساكنين شي فيه. ها انتوما هنا الشمس فين كتلعب دور، هنا الدار ملي كتكون مهويه وكتكون موجهه تبارك الله على الشمس. ها انتوما سيادنا واعزائنا، كنتمنوا صادقين ان هذا المنتوج يعجبكم. الناس اللي كيفهموا في مجال العقار اكيد غيعرفوا بان هذا العقار هذا راه مزق، هذا العقار هذا راه رخيص، راه مناسب ومناسب جدا لكم. كيف ما شفنا في الطابق الاول كاين في هذا الطابق هاد الغرفه هذه والغرفه الثانيه بجوجهم عندهم لاكسي للبالكون واحد. حتى هاد الغرفه هذه بالبلاكار ديالها، اي المحلات التجاريه تبارك الله الا كريتيهم غتدخل واحد السوم كرائيه اللي تبارك الله تخدم عليك باذن الله الرحمن الرحيم مدى الحياه. هانتوما سيادنا واعزائنا المشاهدين، شوف الدار كيفاش دايره، هانت شوف شوف كنحاول انني نصور لكم جميع التفاصيل، جميع التفاصيل كانكم جيتوا شفتوا المنتوج مباشره. ها انتم اخواتنا احباب، الحي راقي وكالم والهدوء بالنسبه للناس اللي بغاو يسكنوا في الشقق ديالهم. تبارك الله راه راقي الحي صراحه، الناس الجد محترمين. حي البريد اللي قريب لينا راه معروف، حي النهضه واحد اضافي راه معروف انه من بين ارقى الاحياء، من بين الاحياء الجميله، وكذلك قريب لنا المرافق كامله اللي يمكن لنا نحتاجوها في الحياه اليوميه ديالنا. شوف الصالون ديالنا كيمبهج، ها انتم
هانتوما الدار مضويه بلا ما نشعلوا كاع الضو. هانتوما الدار مضويه ومهويه سيادنا المشاهدين. كنتمنى ان هذا المنتوج هذا يعجبكم اللي كيتواجد في العاصمه الاداريه مدينه الرباط مدينه الانوار. ما كيبعد شيء الا حوالي 5 دقائق على برج محمد السادس. اذا كنتواجدوا في القلب ديال العاصمه الرباط. بغينا هذا العقار هذا ان شاء الله يتباع في اقرب وقت لان الثمن ديالو باذن الله عز وجل رخيص. الثمن ديالو راه مناسب مقارنه مع الموقع ومقارنه مع شنو كيعطينا هذا العقار. شنو كيعطينا هذا العقار؟ كيعطينا محلات تجاريه واللي مهمين ومهمين بزاف. كيعطينا جوج ديال لي زابارتومون، كيعطينا المساحه ديال 118 متر 117 متر، كيعطينا المساحه ديال 117 متر زائد السطح بطبيعه الحال. وان شاء الله راه في المستقبل غيكون عندنا الطابق الثالث. هانتوما سيادة المشاهدين، بقى لنا هذا الطابق هذا اللي شاركنا معكم، بقينا ان شاء الله نطلعوا للسطح ونشارك معكم جميع التفاصيل فيه. شفتوا وسط ديال الدار عندنا هنا هانتوما المغموريه بصفه نهائيه ما كايناش، علما ان اصحاب هذا العقار هذا ما ساكنينش فيه. هذا كيدل على ان الدار مشمشه والدار مهويه ومضويه. شوفوا الدروج كيفاش دايره، رائعه رائعه، ما تضيف حتى اضافه بصفه نهائيه، والثمن راه في المتناول خوتنا احبابنا، 209 مليون وقابله للتفاوض. غادي نطلعوا ان شاء الله نحلوا السطح ونعاودوا نتلاقاو بكم بسم الله على بركه الله. هانتوما سيدنا المشاهدين، ها السطح ديالنا، الناس عشاق المنازل المستقله. بسم الله ما شاء الله. رائع رائع رائع. هانتوما الدار نقيه خوتنا حبابنا، راه كيف ما قلت لكم راه ما مسكونه شي بزاف، وداد الحاليه راه اصحابها ما ساكنين شي فيها. هانتوما مساحه مبهجه تبارك الله، الله يبارك. هانتوما عندنا البيت ديال السطح هنايا، هانتوما السيد المشاهد حي عامر بالساكنه تبارك الله، فيه الساكنه موجودين، الناس اللي بغاو زعما يستثمروا في المجال ديال يعني التجاره مثلا الماكله ولا هذا مخبزه كيف ما قلت لكم قهوه هذا. الحي راه عامر والناس راقيين اللي ساكنين فيه، يعني غتخدموا مع ناس جد محترمين. هانتوما خوتنا احبابنا هذا البيت ديال السطح، كنتمنى ان هذا المنتوج خوتنا احبابنا ينال اعجابكم ورضا ديالكم. اللي عجبو هذا المنتوج وبغى يتواصل معايا عبر ارقام الهاتف اللي باينه في الشاشه يتصل بيا ان شاء الله، وانا نجيبو حتى لهذا العقار هذا نشوفو مع راسنا ونتفاوضو مع صاحب العقار ونتلاقاو مع صاحب العقار مباشره خوتنا احبابنا، وما نزيدوكم الا الخير. هذا المنتوج هذا كنعتقد انه هائل وممتاز، والثمن ديالو ان شاء الله راه الثمن اللي زويون، وكذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم راه قابل للتفاوض. خوتنا احبابنا ما بقى لنا الا نودعكم على امل لقاء بكم. نعطيكم التذكير على هذا العقار، المساحه ديال الارض 108 متر، عطاتنا 117 متر في الايطاج، كل ايطاج فيه 117 متر زائد السطح، منزل تجاري، عندنا الكراجات لتحت، منزل شوكيه، الواجهه ديالو كيف ما قلنا عندنا جوج ديال الواجهات، واجهه قبليه وواجهه شماليه، يعني عندنا الشميشه وعندنا التهويه. الثمن خوتنا احبابنا 290 مليون وقابل للتفاوض. الله يحفظكم وينجيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.